يا اهلا بكل حضراتكم، عوده من جديد لعشرة الصبح في الاهلي. وتعالوا بقى نروح على السريع كده نتابع مع بعض اخر الاخبار والمستجدات في النادي الاهلي وفرقه المختلفه وانشطته المختلفه في فروعه المختلفه مع زميلتنا المختلفه منا ابراهيم. لا انت مختلف. الله، منا ابراهيم الموجوده في مقر النادي الاهلي بالجزيره. صباح الفل عليك، اتفضلي سامعيني. صباح الخير عليك يا كريم يا مختلف، وصباح الخير عليك يا لهوندي يا مختلف، وصباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي الصراحه في كل مكان. اتفضلي سامعيني. طبعا انت جبت كل الاختلاف. ايه رايك عشان نكون مختلفين؟ برحب بيكم، برحب بكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. اكيد يوم جديد، يبقى اكيد اخبار رياضيه اهلاويه كمان جديده من المقر الرئيسي للنادي الاهلي بفرع الجزيره، موجوده عشان انقل لكم اخر او اهم الاخبار الرياضيه. لكن في الاول خليني اقول لكم ان النهارده مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب هيعقد اجتماع 3 العصر. ده طبعا يعني بمثابه جلسه ممتده من الاجتماع الاول اللي كان قام به مجلس إدارة النادي الأهلي. طبعا هيكملوا مناقشة يعني القرارات الإدارية المتعلقة بالنادي الأهلي بالأشكال المختلفة. يعني ده يمكن الخبر الإداري النهاردة اللي موجود بالنادي الأهلي. ولكن بقى الأخبار الرياضية، خلونا نبتدي بفريق كرة القدم الأول اللي النهارده بيستمر في تدريباته. امبارح الفريق كان اجازه وكان عنده راحه سلبيه، النهارده بيستأنف تدريباته. تجمع الفريق الساعه 11 والتدريب الساعه 12 على ملعب مختار التتش. وبكره طبعا هيستعد الفريق لماتش او مباراه وديه امام سموحه، دي هتبقى الوديه الاخيره قبل سفر الفريق الى الدوحه يوم 17 ديسمبر. طبعا البعثه اللي بيرأسها كابتن محمود الخطيب، وبيستعد الفريق من خلالها لمباراه السوبر الافريقي امام الرجاء المغربي يوم 22 ديسمبر المقبل ان شاء الله. بنتمنى لهم اكيد كل التوفيق. يعني يمكن كره بقى الطايره تحديدا في النادي الاهلي امس كانت بتشهد تالق كبير جدا وفوز وانتصارات عديده. خلونا نبتدي بفريق الاول لكره الطايره رجال، طبعا بقياده كابتن محمد مصلحي اللي فازوا امس على نادي اسكندريه للبترول بالنتيجه 3-0. يعني تحديدا نتيجه الاشواط كانت 25-12 25-11 25-11، وبكده يكون الفريق في صداره المجموعه الاولى. المجموعه الاولى اللي كانت فيها نادي الزهور الاعلاميين سبورتنج هليوبلس واسكندريه بترول. لعب في الاول او بدا الدوري فريق النادي الاهلي مع الاعلاميين ثم الزهور ثم امبارح فريق اسكندريه البترول. يوم الجمعه المقبله هيكون عندهم مباراه هليوبلس واخيرا هيتبقى لهم مباراه سبورتنج بس. اما بقى عن سيدات كره الطايره، امبارح كمان فازوا على نادي الطيران ضمن اطار الجوله الثالثه من بطوله الدوري. السكور في الاخر كان 3-0، تحديدا الاشواط كانت 25-5 25-16 و25-8. ومن سيدات الطايره لسيدات السله اللي بيستعدوا النهارده، عندهم تدريب قوي اكيد الساعه 7 على صاله الشهداء، وبيستعدوا لمباراه نادي الشمس يوم السبت القادم في دوري السوبر للمحترفات. اما بقى رجال كره السله اللي طبعا يعني زي ما معودنا من اول الموسم على انتصارات كبيره ويعني سكواد ممتاز الحقيقه. يعني امبارح اغلق صفحه الفريق اغلق صفحه المصريه للاتصالات اللي فاز عليها امس، فاز على مباراه امس بنتيجه 85-79، وهيبدا في الاستعداد من النهارده مباشره لمباراه مصر التامين يوم الجمعه القادمه. يعني دي هتبقى اخر مباراه ويمكن بمثابه بروفه رسميه قويه قبل مواجهه نادي الزمالك في الجوله اللي بعدها يوم ان شاء الله 20 ديسمبر. اكيد مستر اوجستي بوش هيكون حريص ان هو كالعاده يعقد اجتماع مهم هيبقى بيناقش فيه كل السلبيات والايجابيات اللي بيعدي بيها او بيمر بيها الفريق في مبارياته المختلفه، علشان طبعا يتفادى كل السلبيات في المباراه المقبله. اما عن كرة اليد سيدات بقى المتألقات، عندهم النهارده تمرين قوي ومهم الساعة 6 على صالة الأمير عبد الله الفيصل، وبيستعدوا لمباراة قوية أمام نادي سموحة في الدوري يوم السبت الساعة 4 عصرا. اما فريق شباب كرة اليد عندهم النهارده مباراة مهمة مع نادي المعادي هنا في النادي الأهلي بالجزيرة، المباراة هتبقى الساعة 2 ظهرا في دوري المرتبط للمحترفين. واخيرا بقى كرة الماء في النادي الأهلي هنا، طبعا فريق كرة الماء مواليد 2006 عندهم النهارده مباراة مهمة في بطولة الجمهورية مع نادي الزمالك. المباراة هتتلعب على طبعا او في حمام سباحة نادي الأهلي هنا بالجزيرة الساعة 9:30 مساء. نتمنى لهم اكيد كل التوفيق. يعني دي انا هوندي يا كريم كانت كل اخبارنا المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. بشكركم جدا على المتابعة والعودة اليكم مرة تانية في الاستوديو. اتفضل.